فنانتنا الكبيرة التونسية السيدة سلاف التي أبدعت يعني خاصة بجولاتها في المشرق في تونس، مجموعة كبيرة أيضا من الأغاني اللي تبقى أيضا عايشة معنا وربي يخليها وربي يفضلها. السيدة سلاف اللي معنا مباشرة اليوم على موجة إذاعة تطاوين. سيدة سلاف صباح النور. صباح الفل من الكعبة مدينة الأنبياء، نبلغ لكم تحياتي ليك والجمهوري العزيز اللي في دعتكم العزيزة وليك ولكل العاملين مع حضرتك اللي تحبوا ديما الفنانين وتشجعوهم سواء الفنانين العرب أو تونس. شكرا لذا التطوين، ان شاء الله ديما مزدهره يا رب. ان شاء الله ان شاء الله، وطبعا بهذا الموروث الغنائي الرائع ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله عمره مقبوله سيدة سلاف. الله ينورك يا لله. أنا حكيت يعني أنت جولة كبيرة وذكريات حلوة تجمعك مع كبار الملحنين والشعراء والفنانين ما شاء الله، كل ما تذكر اسمك إلا وفم هك الثناء وهك الكلام الرائع اللي نحبه أحنا نسمعوه على فنانين التوانسة، الكل علاقة طيبة. نذكر أيضا أنا باش نبلغ لك سلام الفنانة اللبنانية دلال الشمال اللي كانت أيضا ضيفتنا، وسلام خاص يعني كان على الهواء مباشرة تذكرك عشرة ومحبة كبيرة تجمعكم مع بعضكم. شكرا دلال اللي خدمنا برشا مع بعضنا في عدة بلدان عربية، وانا نحترمها ونحبها ونحب جوزها زادة الله يخليه كان موجود الله يرحمه متوفى، هي صديقتي ومرأة طيبة وأنيقة وصوت وكل شيء تمتاز به، المطربة اللبنانية المشهورة. نعم، خلينا نسترجع شوية مع بعضنا، يعيشك، نسترجع مع بعضنا الذكريات الحلوة طبعا في جولاتك في مصر في لبنان في المشرق عامة. يعني نذكر أنا حتى اسم سلاف اللي داول برشا في سوريا هو كان يعني نادرا إن الاسم هذي وجيهم هكا الاسم الجديد وقت اللي جت السيدة سلاف على سوريا، ومن بعد بدأ الاسم ينتشر أكثر. صحيح، أنا يحبوني برشا أنا وأحمد حمزة في سوريا، كنا في الأعياد الوطنية السورية كنت نحضر أنا وأحمد من تونس، أحمد وخاصة أنا أكثر أحمد الله يرحمه، يحضر معايا المطرب الجزائري المعروف رابح درياسة. رابح درياسة أي. كانت عنده أغنية مشهورة غنيته المشهورة، وكنت يحبوني برشا في سوريا أنا على الأعياد الوطنية الكل كنت موجودة فيها. ما رعاني إلا تبارك الله السوريين فك العهد ذاك اللي تولد سمي سلاف، لأنك تقول تونس تقول سلاف الحق. فالفنانات الممثلات في التلفزة قالت معماري قالت أنا مسمي على الفنانة التونسية سلاف، كان جينا باستمرار وكان والدي يحبوها في سوريا سميوني عليها. في الجزائر عندي اسم سلاف جدا من خلالي زيارة كثير للجزائر، في ليبيا موجود اسمي، في الإمارات خاطر أول مطربة مغاربية زرت الخليج العربي وعرفت باللغة المغاربية. فالحمد لله يعني غنيت في أوروبا، غنيت في أوروبا للجالية العربية الكبيرة مع الدوكالي بالخياط، سلوى من الجزائر، نورة من الجزائر، درياسة، غنيت مع وديع الصافي في سوريا، مع سعاد محمد اللي هي بعد ولاد صديقتي يجيني حتى البيت، مع صباح غنيت مع ميادة الحناوي هي واختها الله يرحمها اخت ميادة وهما كانوا من اصدقائي، غنيت مع مطربهم الكبير السوري صباح فخري. صباح فخري الله يشرب يفضله. غنيت مع فايز احمد في سوريا، غنيت مع نجاد كتجيل تونس لازم باش نشوفوا بعضنا نواياها، صديقتي الحميمة هي سعاد ووردة محبابي برشا وردة الله يرحمهم، وردة تقول لك أنا في تونس عندي صوت سلاف هو اللي يطربني. فمعناها هذا الفنانين جورج والصوف الفنانين الكل هذوما كانوا من أصدقائي وكانوا نحبهم، وحتى ملحم بركات جاء فطر عندي الله يرحمه مع الكمانجاتي المشهور، بليغ صديقي الله يرحمه، الموجي سلطان السدعاني في رمضان اي محمد سلطان اللي هو ضيفنا نهار الاربعاء ان شاء الله اي ضيفنا، سلم لي عليه يقول له تشكر سلاف اللي سقيت فتري عنده السدعاني اعطيته لماره اعطيته لماره انه طبعا الفنان اللي بنته كلها فايز احمد كلها صور مرته صالون خاصه، رغم اللي هو وقت اللي توفيت ما كانش معاها هو كان مطلقين هما، لكن هو طبعا هم اولاده
يحب فايزة برشا، حبها برشا، وعلى هذا معلق الصور الكل كواتروات الكل وفي وفي لما ولاد وفي الفنان الكبير فايز احمد. فيها العظماء هذوما انا بما فيهم مديرين الاذاعات، بما فيهم القطر اللي زرتها، بما فيهم ابو ظبي في الاعياد الوطنيه كنت انا نحضر في الافراح نتاع الامراء، غنيت في عرس محمد بن زايد، غنيت في عرس الشيخ تحنون، شيخ موزة، معناها شيخ برشا، هما برشا 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 ما اي نعم. اي حاليا يعني هل انه فما تواصل مع الاسماء هذوما اللي ذكرتهم، والا انه فتره هي اللي كانت اللي كانوا حيين وكانوا يجوني لتونس بليغ جانا عندنا في تونس. اي عدى يامات وقت اللي خرج من مصر جينا لتونس ونقابلوا في باريس وفي تونس، الموجي جانا لتونس، ابو سعود الله يرحمه كيف كيف صديقنا من باريس وجاني لتونس، وانا مشيت لمصر جدي استدعاني، عمل عيد ميلادي هو والمطرب الشعبي عدوية في بيتي. محمد عدوية، محمد عدوية، ما أنا صديقة أبو سعود اللي جابه معاه، ولكن عدوية جاء معايا مع أبو سعود لبيتي وعديت عيد ميلادي. الفنانين الكبار هذوما شبكة علاقات رايحة والصداقة حلوة، وسميرة توفيق صديقتي كثير يعني صديقتي حميمة يعني، لكن عندي مدة ما شفتهاش وما ما تقابلناش وما تكلمناش، أنا مبلغ لهم من خلال إذاعتكم الطيبة النيرة، ومن خلالك أنت نبلغ لهم كل سلامي للي يعرفني واللي نعرفه، من اللي موجود نتمنى لهم مزيد من العمر يا ربي في اطمئنان وفي سعادة، واللي وفي صحوة، واللي توفى الله يرحمهم ويسكنهم في ردي جنانه، بما اننا قدام الكعبة ان شاء الله نتمنى لك تزورها يا رب. يعيشك، امين امين يا رب العالمين، ان شاء الله ما يتحرم حتى حد. هذا حياتي الفنية، وما زلت رغم هذا الكل انا ما زلت نغني يعني الحمد لله، ما زال العطاء. مهرج شوية مهرجانات، قاعدة نحب نعاود شوية لعبد الوهاب مقاطع من اغانيه نحبه عبد الوهاب برشا، او شوية مقاطع لفريد الاطرش والاسمهان يعني، حتى النسري يعني الخزانة الوطنية بعض الأغاني في يعني في آخر عمري. لا ربي يطول عمرك إن شاء الله ويشدك بصحتك. صوتي الحمد لله ربي له الحمد، مازال الحمد لله. سيدة سليف، نتذكر مرة غنيتي أغنية دينية، تذكرها ولا لا؟ مرة عندي أغنية على رمضان، عندي أغاني دينية، عندي ملحمات مع سعد الدكتور فرح المهدي. أي. ان شاء الله الاذاعة تلقاهم كل مرة تخرجنا حاجة، والاذاعة ما شاء الله احنا عندنا زادة خزينة ما شاء الله يعني، ومشكورين زملائنا الكل اللي مشكورين زملائك، خاطر مرة عدوا لي شوية اغاني اللي انا ما عنديش في الاذاعة الوطنية مسجلتهم البرا في، فما اغاني ما انا مش ان شاء الله انا نحب نجي، كان مش بعيد عليا شوية نحب نجي نعمل مهرجان جمهوري العزيز اللي موجود بحداكم ان شاء الله، خاطر يحبوني والاذاعة نقدرها برشا. انا بارك الله فيك، وإذاعة الفاقس وإذاعة المنسير الإذاعة التونسي وإذاعتنا ذيك الأمة عاد الأمة طبعا طبعا طبعا. أما أنتم تبارك الله ديما تعديونا أغاني، حتى يعني مولات الأغنية تلقاها نسيتها مش ما سمعتهاش باستمرار نسمعها عندكم. أنا اليوم هي وكل ما تكلموني أنا ولا بالدعوة ونكلمكم لنا نحبكم والله نحبكم، أنا قدام الكعبة نحبكم، نحب اللي يحب الفن التونسي. الله ينورك، احنا فنانينكم، كان احنا اذاعاتنا هي مش هي اللي هم القدوه نتاعنا واحنا القدوه نتاعهم. انا باش نخلي لك الكلمه اللي كنتي، هي لمسه تكريميه، لمسه محبه من اذاعه تطاوين للسيده سليف. انا خلي لك الاذاعه تطاوين كلمه من عندك انت، خلي الكلمه هذه ديما نحب انا نسمعها من عندك. إذاعة تطاوين بدون كلمتي أنا، إذاعة تطاوين محبوبة من كل الفنانين وكل المستمعين في تونس وحتى خارج تونس، لأن الناس اللي تشتغل فيها تشتغل فيها بصدق وبحساس وبقوة، ونتمنى لكم مزيد من الأعطاء، نتمنى لكم مزيد من الشهرة، نتمنى لكم مزيد من التألق كل ما نتمنى حاجة باهية إن شاء الله نلقاها عندكم في إذاعة تطاوين العزيزة الغالي علي أنا وغالي على كل الفنانين العرب مش تونس. الله ينور، شكرا لك اللي تحتي الفرصة باش عبرت على حبي للجمهور اللي موجود غادي في تطاوين، وحبي ليكم كل العاملين بتاع إذاعة تطاوين. باهي تسمع حاجة، تسمع حاجة نذكرك بحاجة، اسمع مباشرة واعطيني رأيك. هذه من أشهر الأغاني، هكا ولا ليه؟
هذه... يا غاليه طبعا وانت غاليه علينا لانك غاليه علينا برشا برشا. ربي يتفضلكم، ربي يشدك بصحتك وان شاء الله عمرها مقبول. نعمل اغاني جديده بقدره ربي، نكلم حضرتك ونبعث لك. يعيشك، الله ينورك سيده سلاف، الله ينورك. شكرا لك، من خلالكم نشكر كل المطربين العرب. عيشك، واكيد نلتقي على قلم المداح محمد عبدو، خدمت معاه واصدقائي، وطلال كان يجينا للدار الله يرحمه، ومحمد ربي يفضله، وكل الفنانين العرب يا رب ان شاء الله. سيده سلاف يعطيك الصحه، ونلتقي ان شاء الله بعد العمر ان شاء الله باذن الله. الله ينورك لله، كثر خيرك. شكرا لك، شكرا.